هذا بيت اخوي، اخوي كان يعني بيشتغل وبيجيب ناتج وبيصرف على عيونه والحمد لله مستور، بس الحين صار معه مرض السرطان وهذا مرض يعني هي سبحان الله اللي ربنا يشفي منه الله اعلم. فهالحين قاعد لا شغله ولا عمله وعنده 8 انفار وكلهم زي ما انت شايف البيت مهدود، فيش الا غرفه واحده، بينام وبقوم كلهم في غرفه واحده. طب بكره جاي رمضان جاي الصيف كيف بده يتحمل القعده بهالشوب وبهالبدهم يصحر وبدهم يقعدوا. فهاي كل الوضع اللي انا يعني بس بدعى ربنا وسبحانه وتعالى انه الله يحن عليه من هالناس، حدا يبني له في هالبيت يساعدوه، لانه الحين ما عاد لا بيشتغل ولا بروح ولا بيجي.